السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إلقاء القبض على متهمة بالسرقة وآخر بالتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان أنه تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية في مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ 130 مليون دينار من أحد المواطنين. وأضاف أنه في حين ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام التاجئ القبض على متهم بالتزوير، وأكدت الوزارة أنه تم تدوين أقوال المتهمين وعرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق المواد القانونية الخاصة.